السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الاشتراك في قناة يوتيوب رافضي ولعن عمر بن الخطاب، وفعل جرس الإشعارات ولعن عائشة بنت أبي بكر. قاد بالسلاسل والحديد أغلقوا باب بيت الرحمة، بيت النبوة، أولاده الأئمة عليهم السلام. لكن الشعب الإيراني الأبي الرافضي الحر الغيور لم يستجب لقرار هذه الدولة الجائرة على أهلها، ذهب واحتشد كما ترون عند الأبواب باكيا متوسلا داعيا ملتجئا إلى الله عز وجل. وهنا ترون فأنتم تلاحظون أن هذا الشعب الطاهر الحر الرافضي الأبي الغيور على أئمته لم يأخذه قولهم ولا جورهم، اجتمع واحتشد ورفض هذا القرار وقال يجب عليكم أن تستجيبوا لرغبة الشعب. هؤلاء يلتجئون إلى أهل بيت النبوة صلى الله وسلامه عليهم، لا يحق لأحد أن يمنعهم من أئمتهم عليهم السلام. حتى الطاغية صدام عندما كان يمنعهم كانوا يزورون، الآن يغلقونها بالأصفاد والحديد. ما فعل ذلك إلا بنو أمية وبنو العباس، والآن خامنئي لعنة الله عليه وعلى من يلوذ به يمنعهم هكذا أن لا يزوروا أئمتهم ويفصل بينهم وبين أئمتهم. لاحظتم الآن هذا التجمع، هذا التجمع الآن هل هم يسلموا لا سمح الله من هذا الوباء؟ لا يسلموا. هذا التجمع في الخارج نفسه في الداخل، ما هو الفرق؟ لماذا تمنعهم؟ يلتجؤون إلى أمتهم، إلى هذا الحرم الطاهر الذي هو عشق آل محمد صلى الله وسلم عليهم. لكنهم عندما وقفوا وبكوا عند هذه الأبواب سيستجيب الله لهم إن شاء الله تعالى وسيكسرون تلك الحواجز. لكن الواجب عليهم أن لا ينقطعوا يوميا من الصباح إلى المساء ومن المساء إلى الصباح، يجتمعوا حتى يفتحوا ذلك الحرم الطاهر ويمنع ذلك القرار الجائر.